الله يمكن يعني نجمة السينما المصرية والدراما المصرية بنقول لك أهلا بيكي وإعلامية كبيرة وشك حلو على النادي الأهلي وكنت حريصة تكون موجودة النهاردة في تاريخ النادي الأهلي يوم تاريخ النادي الأهلي يعني أنا متربية في النادي الأهلي أنا ووالدي المستشار أنور عبد الله أستاذ بيبو كان بيدرس له في الجامعة بيعتبره ابنه ف أقول إيه؟ أقول أنا سعيدة وفخورة إن أنا بنت النادي الأهلي سعيدة وفخورة إن النهاردة جه أكتر من 16,000 حشد غير طبيعي ده اللي بيدل ده النادي الأهلي الاحترام والأخلاق والمبادئ والقيم والذوق والتربية هي النادي الأهلي الحقيقة يعني صور النهاردة مع الكابتن الخطيب طبعا بيبو ده يعني أخويا الكبير يعني احنا كلنا بنعشقه في البيت يعني شهادتي مجروحة لكن كل الناس بتحبه يعني هو ربنا بيحبه ربنا لما بيحب حد بيحب فيه خلقه فربنا فعلا خلي كل الناس تحبه وهي يستحق هذا الحب الحشد الجماهيري الكبير النهاردة واللايحة وكل الناس جات قالت وكلنا ورا النادي الأهلي لمستقبل كبير للنادي الأهلي والنادي الأهلي مش نادي قليل ده نادي كبير وإحنا معايا وهنفضل دايما معايا طول ما ربنا مدينا الصحة والعافية ويبقى الأهلي فوق الجميع طبعا الأهلي فوق الجميع وألف مبروك مبروك لبيبو مبروك للنادي الأهلي وأعضاء النادي شكرا يا فندم ميرسي زميلي محمد ده كان لقاءاتنا النهاردة يمكن